عامر قلت له كم من يوم تزوج؟ اسبوع كذا وكم يوم، والله ماني ذاكره. اسبوع والمحلات واقفه، بغنا يخرج يطلب الله على بطنه. شوف انا كلمت زوجته، باقي انت تكلمه. خلاص ان شاء الله بكلمه. اسمع يا حاج، دحين شوف ابني عمر واقي، بيشتغل ولا بقى بلا شغل؟ لا طبعا بيشتغل، بيشتغل مع اخوه. ها كيف ذا؟ ابني متعلم ومثقف ومتخرج من جامعه وهو ادرب باداره المحلات. وعامر خبره وبيعلم اخوه عمر. ما قلناش حاجه انه عنده خبره، بس الصدق ما عنده امانه. ابني عامر ما عنده امانه؟ ايوه ما عندهش امانه. شكين في ابني عامر؟ الواحد يعني يحسبها بالعقل يا حاج، يعني رجال كبير وعنده 2 عيال، كل واحد يعني يدور من يزوقه، وتزوج واشترى اراضي، ده كله منين؟ من حق الراتب؟ لا من فين ده كله؟ بس الا بقول لك يا ابو قلبي. نعم. من اكبر انت ولا اخوك عمر؟ وانت واتشوفين بالله، اذا كان ولادي درويش، ولادي درويش اكبر من اخوي عمر بسنتين، من الاكبر نا ولا اخوي عمر؟ طيب الدار دي ملك ولا ايجار؟ بحسش انا ابو قلبي نسكن في دار ايجار. العفو منك. انتبهي يا مريم، تاني مره لو بتكلمين وخاصه معينا وزني كلامش. ريض عاد سال واحد بس وبعدين يا مريم. السالفه ثقلتيها شويش. طيب ولدك سلوم ورا ولدي سلوم ورا شويه كده مربوش. والله ولدي سلوم يا نحن على كده. الحمد لله رب العالمين. طيب ابوك ورا ابوي كيف زوياره وهي صغيره وبغت ان احنا نولق له ريال كبير الله يهديه. نقول حرام عليك. حرام عليه وحرام علي، ريال كبير في اخر عمره يتزوج بنيه صغيره. وتسمينه هدى لفخته ولا ما لفخته؟ لا لفخته. ها لفخته. طيب اخوك عمر متى بيجي؟ اخوي عمر بكره بيجي، بس اي وقت ما حد عارف. طيب شرب ان شاء الله. سوا سوا يا ايه ده؟ ومعناته الكلام ده؟ بتكسر الجلسه؟ دي حق فن. ومن فن عيب، هذا حق عيانب. شو فيه؟ لحق هو ده حق عيانب. عيب ما تلقينا. تمام تمام ايوه نعم، كنت باجيك صح، لكن الان ما باجيك. لا تستأمن علي ابدا، ما باجي، عندي فرحه كبرى. ايوه عمر بيوصل من السفر ولا بقدر اجيك طول، روح شوف لك واحد ثاني. بارك الله فيك، مبروك مقدما ان شاء الله، ان شاء الله يوصل بالسلامه. هيا على خير، اعذرنا اعذرنا اعذرنا، مع السلامه. شكرا، حياك الله حياك الله. ها ام سالم كيفك؟ لا لا تقلقيش، انت تعالي وبتفهمي كل حاجه. اليوم اني مربوشه من داخل قلبي، اشتك تجي وتساعديني. لا لا لا، الغالي بيجي وبنكحل عيوننا بشوفته. يلا حبيبتي، المهم شولي نفسك وتعالي بسرعه، ها لا تبطين. يلا مع السلامه. درويش ايوه بتخبرك، بقول لك هود عمر ايوه يشبه امه ولا يشبه جدي؟ يشبه امه بالله عليك. صدق يا سلوم. عمنا عمر ايوه انا اكبر منه بسنتين. بالله عليك وهو عمني؟ حواله عدكم ما غلقتوا، بسرعة دوروا انفسكم، اخوي عمر دحين بيجي ولا بكره ما حنزل اي وقت. السلام عليكم يا ابو قلبي. وعليكم السلام ورحمه الله يا ابو علي. ايه اخباركم؟ الحمد لله. بقول لك ايش خبر الباص حق اخوي عمر، يا ولا عادوا؟ والله الباص قالوا ما له وقت، في قاطره في عقبه عبد الله غريبه اعترضت. لا لا خلت السيارات تطلع ولا تنزل. ويوم قعدوا بطرفك عبد الله غريب، كيف تقع السيارات؟ يا فحيط فحط يا فحيط فحط. ابو قلبي. نعم. شوف انا مجهز 2 مخازن والي بوعلي بوعلي، بدك تعرفنا، شفنا لا بغيت رصاص ولا بغيت نسمع رصاص، بدك تعرفنا يا ابو علي. انتبه لي. سمعوا سمعوا، هم مثلهم رصاص يا ولد الكلب. بعمى يا بدرحت. بعمى ولا رصاصه؟ ما بغيت نسمعها. نشفتوا ريقي، الله ينشف ريقكم.
كلب. انت مو قال لك تجيب له سيرة رصاص؟ يا درويش انت عارف الفرح عندنا قرح. ايوه بس هو متعقد من سيرة الرصاص لانه امي ماتت برصاصة فايشة. الله يغفر لها ويرحمها. سمعوها. أيوة. انا بروح بجيب السمام من السيارة خليك. حلوين. طلع واحد من اللي بعمق راحها. ما يعجبك يوم ينصنع. السلام عليكم. وعليكم. يا ابو قلبي حي ابو قلبي حي ابو قلبي الله يحييك حي ابو قلبي. كيف امورك؟ كيف حالك؟ طيب الله يحييك. كيف حالك ابو قلبي؟ والله ولك وحشة. كيفك انت؟ والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وانا اسف جدا ما قدرت حضور زواري. عمر عمر اعتبر نفسك حضرت يا ابو. الله يحفظك. الله يسلمك. هو من قصعة اللبن هذا. يا طنط رحاب يا طنط رحاب. حيا وسهلا. حيا معك. حيا وسهلا. كيف اخبارك؟ الحمد لله. اخبارك طيب؟ يا محمد عليك لا انت بعد شويه. هذا يكبر ويغرم ذا ابنك ولا عادي درويش؟ اه هو من ذا وراه سلوم. سلومي ما شاء الله. سلوم ما شاء الله. عمي عموي عادك واحده عادك ما شاء الله. والله لكم وحشه يا جماعه. الله والله صدق من قال بعد المكله شاق فعلا. هو من ذا ما عرفتها؟ لا دي ماريا زوجتي باعتبار صهرتك شوفها. ما شاء الله تبارك الله. كيف حالك يا ماريا؟ الحمد لله. كيفك انت؟ الحمد لله. مبروك عليش ابو قلبي وخلي بالش منه. الله يبارك في عيوني. ما شاء الله. والله يا جماعه فرجه والله شوفتكم وحشتكم ما شاء الله. الله يعافيك. وبنك ذا الظهر يكبر ويغرم ولا هذا هو؟ وهي انا ابوي بوك تحبجي حد يطرب له. يابا يابا جابوا. حي وسهلا. حي وسهلا ومرحبا يا حي ابو عمر ولدي. يا مرحبا ابوي كيف حالك؟ الحمد لله. اخبارك طيب؟ بطيت علي بطيت. الحمد لله. انسك عمر وما كلش يا حي ابوك. انست يا يد انست. لا والله هو لا قصدي يدك اندري انت يد عمي عود عمي. يا حي ابوك يا حي ابوك حتى الرمشة فيك. انسك يا عم انسك. الله ينس حالك. الله ينس حالك. انسك يا يدي انسك. الله ينس حالك يا سلومي. دحين يا عيالي اخوكم ابن سفر تعبان وبنين اسمع وياه وانتو في وقت تاني ان شاء الله راح يخلوه يرتاح ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. يلا ابا طيب الشنطه واخبارهم. الحمد لله. الحمد لله. عمر أصبح بني متخرج ومتعلم وأصبح إنسان مثقف يعرف كل شيء. يعرف كل شيء. إنجليزي إنجليزي عارف. ويفهم إنجليزي. حبيب أمك أنت أعطي لهم كده كلمة بالإنجليزي تسكتهم. Thank you people for coming. سافا. يا سلام. يفهم أمك. تحد إنجليزي يا عمر. أيوه. تحد إنجليزي ما تشتح على نفسك لا. جيت من برا مشان تعطينا عن الكلمتين هذه. يا خير تعليم عليك الترترة. درويش قم كلمة بالانجليزي كلمة. يا قلبي يا كله ما يمشي سلا يا قلبي. بس بس يا درويش بس. سمعوا كلكم اسمع يا عمرو. انا ثقتي كبيرة في عمر. نعم ومن اليوم اسمع قراري. عمر يعتبر الامر الناهي في كل شيء ولا شيء يتم ابدا الا برايه وشوره. ما هو منك كل من الدلوع عيارة بتجيب خبرك وبتجيب خبرنا وبتشوف عادك. بس 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 لا ترفع صوتك. بس ارفع صوتي يا وانا حرام هلف تعذبتنا تبهدلت معاك. بس خلاص كلام اللي بيمشي وكلام اللي بقوله دحين سمعوا. تقوم الآن يا عامر تسلم المفاتيح كلها لأخوك عمر الآن. دحين بحسك أنت يا عم بغض يسلم المفاتيح لعمر. بس بلا كلام فارغ. سمعني لا سلمهم شي مفاتيح. بحسش نبغى سلم المفاتيح ولا بعطيهم مفتاح واحد. عمر اسمعها مفتاح واحد من ذي ما بعطيك إياه. إن عصيتك إياه حق على الرقبة دي. عامر
قلت لك ما بعطيش المفاتيح يابا. سلم اخوك المفاتيح. يابا سلم وش المفاتيح يابا. سلم المفاتيح لاخوك اقول لك. وقت نسلم المفاتيح. ها. انا سلمت المفاتيح. قلت ايش ما حد خلينا. لا سلم وش المفاتيح. قلت ليش بعطيه المفاتيح. قلت له والله والله اما نحصد بهم عصيب ولا ما ابو قلبي. عوالة. تبعوني. يحصل بعم. بنفخناه. يلا. هاك القفل ها دي القفل حد استني بقى حق الغنم عم عليكم هاك هاك القفل هاك القفل حقي خير اللي سويته يا حاج لكن انت كمان ها قعب وعينه لا ما معلش مني نبدالك يا حاج تسلم ايش رايك ني عندي مشروع وما مشروع ايش بنفتح دكان ايوه وبنبيع فيه مقاطر وبنبيع مقيش ودخنه وغصه والبالميطي ايش رايك مشروع بايخ المقاطر والمقيش والحنه والغصه لها اهلها لها ناسها غير مشروع ايش رايكم نفتح سوبر ماركت ايوه بنبيع فيه كاكاو ومحرقه كاكاو طفيله طفت عليك دايما فويهك انت قدك مالك شوره عندنا وبعدين اسمع موضوع ان تذكر لي الكاكاو شفنا بخيط اثمك غير مشروع بنسوي محل صرافة ايوه وقلبي واولاده للصرافة دخلت اولاده لجميع انواع العملات الورقية والمعدنية سمعوا حلو سمعوا لا ايش حلو بقولكم انتم معاي يعني ملقينا معاي مال قارون العز خرينا منه انسوا هلا بغيت نحن وين نلقي سمعوا أنا قررت وقراري نهائي وقررت بفتح مقهاية وبسميها مقهاية أبو قلبي إيش رأيك؟ بوي يابا أنا بتخبرك بقول لك أنت حين تعرف لك شاهد بالله بربك واحد بيفتح مقهايه ها ما بيعرف يلقي شاهي ولا عادها بغد راسه انا قلت خالك ما تعرف تخلي خالتي مريه تقول لك شاهي خالتك مريه بتي من الدار بتلقي شاهي في المقهايه درويش يا درويش تعال شوف اخوك قدامي كله تعال قوم شي تعال تعال شي يا اخي لقحايه تنفع خل الضر حقك كراسي ديله والمياز غسلهن بالرحن كنفهن المهم لاقي شيء ينفع يعني ما كان نجيب كرسي واربع نجيب ميز واربع كراسي كذا طيب بوي نجيب له كرسي كذا عنده كرسي نجيب له كرسي ولا بيجلس ولا بيتم يقيم يا با تعال شيل اخوي من قدامي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا ابو قلبي بالبركه تبارك الله الله اكيد اول يوم ببلاش اسمع ابو علي شوفها قد هلمان هنا ما يقعبوش من هناك ودي من هنا طيب طيب عفوا انا عارف انا عارف يا ابو قلبي انه جدي ظلمك ما هو منه ما هو منه كله من الدلوع عياره هذه يا بتخبرنا في المكان هذي طيب وعمر موافق اكيد موافق ليش موافق ما هو ورد الدلوع على اخ يا ابو علي اخ يا ابو علي اخ يا ابو علي كده تلقيني يا الدنيا ترديني لو في عياب والعايب وفي يا الله سواء ايش لقيت دروين دروين بطلت في البقايا هنا ما ابغى نهي البقايا هذه